حيرة كبيرة جاتني وانا نكتب في الانترو متاع القضية هذه. ما عرفتش اسكو نحكي على غادر الاصحاب، على قصة الحب، ولا الخيانة، على غادر الاصحاب، على قلة المعروف، ولا القتل. هذم الكل موجودين في قضية واحدة، الكلها صدمات من الاول للاخر. قضية باش تعلمنا درس مهم في الحياة لازم الناس الكل نسمعوه. ومتأكد وانه برشا عباد فيكم بعد القضية هذه رايهم ابروبو برشا حاجات باش يتبدل، برشا حاجات باش توليو متخوفين منهم، وباش تخموا في برشا حاجات بيزار، وباش توليو من دون ادنى شك تخموا مرتين قبل ما تعملوا اي حاجة والا تقولوا اي حاجة. صحيح بلي انا نحكي بالغاز وكلام موش مفهوم، لكنه موش مجرد سسبانس، بل بالرسمي قاعد نحاول واني ما نحرق لكمش القضيه على خاطر برجولي انا واحد من استصدمت ونحب نصدمكم معاه. دونك العاده ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب، فولو على الانستغرام، وانضموا للجروب نتاعنا نتاع الفيسبوك، وخلينا ننطلقوا في القضيه نتاعنا نتاع اليوم. قضيتنا اليوم باش تهزنا للمغرب الشقيقة، وباش تعرفنا على انسة بشرة وصديقتها الانسة ربيعة، زوز فتيات صديقات 10 سنين كابرين مع بعضهم وديما مع بعضهم. وين ما تمشي ربيعة تهز بشرة معاها، وين ما تمشي بشرة تهز ربيعة معاها، كل فقر والفرعنة ديما مع بعضهم، بما انهم زوز مولودين في نفس الحي وكابرين مع بعضهم. تال ما كانت علاقتهم وطيدة وكانوا متعلقين ببعضهم، برشا عبيد كانوا يسخيلهم خوات من نفس الام والبو. سوف كو ربيعة وبشرة بطبيعة الحال ما كانوش خوات، الخوات في وقت معين كل واحد يشد ثنية وكل واحد يتلهى في حياته، لكن ربيع وبشرة كانوا أكثر حتى من الخوات، قعدوا شادين في بعضهم اللي كانوا ما يقراوش حتى لينوصلوا للجامعة، حتى من كونكور التعليم عملوه مع بعضهم، وكانوا زوز يحبوا يوليو معلمات. الظاهر وأنهم كانوا زادا يحبوا يقريوا في نفس المدرسة، نفس الكلاس، ونفس القاعة، لكن للأسف الشديد ما شاءتش الأقدار، سلكتها بشرة وربيعة ما تعديتش. نجحت بشرة في الكونكور وما كانتش كاتبة بالنسبة لربيعة، باشرت بشرة في مسيرتها المهنية وإفكتيفمون دخلت تقري، وما أيستش ربيعة وهي زادا قاعدة تلوج على خدمة، لكن للأسف الشديد حتى رحلتها في البحث عن عمل بقت بالفشل. كانت متقبلة الشيء اللي صاير ولعل في أخيرة رضات باللي كتبه لها ربي، وقعدت في الدار إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وإفكتيفمون صبرها ورضاها باللي كتبه لها ربي ما خيبهاش، جاتها حاجة خير من الخدمة، خير من التعليم، وخير من أي حاجة أخرى نجم تعملها في المغرب. يتقدم لها ولد خالتها كريم ويطلب يدها من عائلتها، وافقوا عائلتها ووافقت الأخت ربيعة من دون أدنى شك. ومش على خاطرها ما لقاتش خدمة وأول عرض متاع زواج جاها قبلته، بل على خاطر خونا كريم كان عبارة مكافأة من عند ربي سبحانه على صبرها، على خاطره كان في الأصل يعيش في فرنسا وباش يهزها معاه لفرنسا، وباش تعيش غادي ملكة في دار زوجها بأتم معنى الكلمة، بما أنه خونا كريم كان مقاول قد الدنيا ومش مستحقها لأخت ربيعة وإنها تخدم ولا نهار في حياتها. عرسوا في ساعة في ساعة تكتب صديق وتقدوا الوريقات، وتلقى روحها الأنسة ربيعة ملي كانت عاطلة عن العمل بطالة في دار بوها، ولات أميرة لكن مش في دار زوجها بل في الفيلا الفاخرة متاعها هي وزوجها كريم. ولد خالتها كان مدللها مش مخليها ناقصة حتى حاجة، واي حاجة تطلبها يجيبها لها. كانت عايشة حياة زوجية سعيدة، لكن حياتها الزوجية ما نسيتهاش في صديقة العمر ورفيقة الدرب بشرة. بشرة واللي كانت في الوقت هذاك مازالت بطبيعة الحال معلمة، كانوا بشرة وربيعة ديما على اتصال وديما يحكيوا مع بعضهم في التليفون. اشترى ميزانية شركة الاتصالات كانوا مساهمين فيها بشرة وربيعة، تلمو يحكيوا مع بعضهم. كانت ربيعة تحكي لبشرة على كل تفاصيل حياتها في فرنسا، تحكي لها شنية عملت وين مشيت، شنية طيبت وشنية حتى غدوة باش تطيب، وكيف كيف كانت بشرة تحكي لها على كل حياتها وكل الحاجات اللي فايتينها في المغرب. كانت بشرة من دون أدنى شك أول إنسانة تمشي بحذاها ربيعة دوب ما تهبط للمغرب، وما كانوش في الأصل يتقابلوا كان في المغرب ووقت اللي تهبط ربيعة للبلاد، بل تالمو كانت صحبتهم قوية وما كانوش يحسبوها جملة واحدة. كانت الأخت ربيعة تهز معها صاحبتها بشرة لأي بلاد تمشي لها هي وراجلها، وكانت تقول له باللي هذيك عبارة أختي وين ما نمشي لازمها تمشي معايا، ما نجمش نتفرهد كان هي ما تفرهد. البلاصة الوحيدة اللي كانوا ما يمشيولهاش مع بعضهم كانت البلاصة اللي تسكن فيها الانسة ربيعة فرنسا، على خاطر كل البلدان الاخرين كانوا يمشيولهم في العطل. ووقت اللي تبدا الانسة ربيعة في الفيلا نتاعها في فرنسا، تبدا الاخت بشرة في الوقت هذاك تخدم وتقري. كلمتها في نهار من نهارات من المغرب في حالة وتبكي، وقالت لها باللي هي على قد ما حاولت وانها تتأقلم وتعيش من غيرها ما نجمتش. ما نجمتش بشرة تستانس بالوحدة وبالحياة من غير ربيعة. كانت ربيعة كما قلنا صديقتها المفضلة، وكيما شيء تخليتها وحدها. ربيعة كانت هي زادة متوحشتها على الاخر، لكنها ما كانتش كيفها وحدها، وكانت معرسة وعندها رجلها، على عكس بشرة واللي كانت وحيدة لا صاحب ولا حبيب، وكانت راوى انه ما هيش حياة اذا كانت تقعد على الحال هذا. والسبب هذاك اقترحت على ربيعة وانهم يشوفوا كيفاش يعاودوا يلموا الشمل وتلتحق بشرة بصديقتها ربيعة في فرنسا، وغادي وين تتواصل صداقتهم وعشرتهم بعد سنين اللي عدا هم بعضهم في المغرب. ما تنجمش بشرة تقص تسكرة وتنقل لفرنسا بكل سهولة من دون أدنى شك، على خاطر فرنسا بيان فيور ماهيش سوق الجمعة، تاخو نقل وتمشي. عندها قدامها زوز خيارات باش تلتحق بصديقتها ربيعة، الخيار الأولاني ماهوش قانوني ماهوش ممكن
واللي هو الحرقة، والخيار الثاني قانوني لا غبار عليه. لكن المشكلة الوحيدة اللي تخليه ماهوش سهل هو انه لازم يكون فيه طرف ثالث بالنسبة لبشرة وربيعة، طرف ثاني بالنسبة لبشرة كهو. الدب الربيعة زوج صالح البشرة مقيم في فرنسا، ويكون لها بشرة في حياتها يعرسوا يقدلها ورقاتها وهي زعما لفرنسا، وتعيش سعيدة فرحانة ومتانية ما بين دار صاحبتها ودار زوجها. ربيعة من دون ادنى شك زوجة صالحة وما تعرفش الرجال بخلاف راجلها، والسبب هذاك مشيت له في نهار من نهارات وقالت له ما تعرفش شكون من صحابك ولد عائلة ويحب يستحسن. كان يعرف بشرة بما انها تسافر معهم، وكان يعرف باللي هي ناس طيبة وجوها باهي. زادت قالت له ربيعة باللي هي صديقتها الوحيدة وباللي هي باش تونسها في الغربة، والسبب هذاك كان راجلها بور وكان ديجا عنده شكون في مخه، صاحبه مراد راجل ولد عائلة ويحب يستحسن. قال مرته تو نحكي معاه في الموضوع واللي فيه الخير ربي سهل فيه. وكانت في الاصل ماشي صحيحة، وما كانش مراد رافض الفكرة، سورتو بعد ما قال له كريم باللي هي طفلة متربية بنت عائلة وتخدم معلمة، قال له باللي هي صاحبة المدام المفضلة وكبرين مع بعضهم. وزيد اقتنع مراد اكثر بفكرة وانه يعطي فرصة لبشرة، وقت اللي قال له كريم باللي بشرة وربيعة متربين فار التربية وباللي هما بريسك نسخة مطابقة الاصل في طبيعة والتربية، الشيء اللي خلى مراد يوافق بما انه كان يعرف طبيعة ربيعة مرت كريم بالكدي. مشى كريم مرت ربيعة وبشرها وقال لها باللي خونا مراد مبدئيا موافق وباللي الكرة توا عند بشرة، لازم هي تعرف كيفاش تحكي معاه، توريه باللي هي تستاهل وباللي هي قد المسؤولية. اما بعد المكتوب عنده دوره، اذا كان كاتبين لبعضهم توا يعرسوا، واذا كان ما سهلش ربي ما عندهم ما يعملوا. ماتت الاخت بشرة بالفرحة كي سمعت باللي مراد مبدئيا موافق، وهبرت على خاطرها للمغرب هو وكريم وربيعة. اكيد باش يقابلها ويجلس النبض ويشوفوا هل انهم كومباتيبل مع بعضهم والا ليه. مشاو عملوا قهوة تبادلوا اطراف الحديث وتعرفوا على بعضهم بالكدي. روحوا بعد كل واحد شد داره في انتظار النتيجة النهائية ومصير علاقتهم. الاخت بشرة كانت موافقة من دون ادنى شك، وكان مراد جو احلى جو. لكن المشكلة الوحيدة كانت وانه للأسف شديد الاعجاب ما كانش من كلا الطرفين، ما عجبتوش للأسف شديد، ومش من ناحية المظهر والمنظر، بل ظهرت له انها تحكي برشا امور ماديات وكل شيء ترى فيه فلوس. حسها باللي هي ما كانتش حابة عليه على قد ما كانت حابة فلوسه وحابة الخروج لفرنسا. حس المسكين روحه عبارة قنطرة، وخونا مراد بينسور ما قراش وما كونش وما تعبش باش في الاخر يعرس بانسة ترى فيه قنطرة ما تحبوش هو بل تحب فلوسه. قال كريم باللي هي ما عجبتوش برشا وما ارتاحلهاش، والفاسون اللي كانت تحكي بها ما هيش متاع واحدة متاع عرس. تفاجأ كريم بالضبط كيما تفاجأ مراد وقت اللي قابل بشرة، وما كانش عارف كيفاش باش يحكي الحكاية هذه للمرت وربيعة ولا البشرة، سرتوه انها سي كانت معاملة وانها باش تعرس وباش تخرج للورو. طاح مراد ربيعة وقت اللي سمعت بالي الكورون ما بين بشرة ومراد ما تعديش، لكن لحسن حظها عرفت ربيعة كيفاش توصل المعلومة البشرة، وقالت لها سبحان الله ماهيش كاتبة ولعل وعسى ربي سبحانه مخبي لك حاجة مخير. هاني أنا واحدة من الناس ترفضت من كونكور التعليم، لوجت على خدمة وما لقيتش، ضربت البطالة وقعت في الدار، رضيت باللي كتبه لي ربي وفي الأخر الحمد لله ربي عطا خيره. اقتنعت بشرة ورجعت لقراية، ورجعوا كريم وربيعة لفرنسا. رجعت بشرة كيف كيف للخدمة متاعها، لكن حلم الذهاب لفرنسا ما اندثرش. قعدت الحكاية في بالها لمدة عام كامل، واقترحت على ربيعة وإنها في العطلة ما طابتش هي وكريم المغرب بل يبقاو غادي في فرنسا وتعدي هي بحذيهم العطلة. أكيد ربيعة ما كانتش ملعكسين وقالت لها الدار دارك. وقفت معها ربيعة هي ورجلها واخذت فيزا متاع فاكونس، وما قعدتش بشرة نهارين ولا ثلاثة ولا جمعة ولا زوز، بل قعدت في فرنسا لمدة عام كامل وقريب باش تكمل عطلتها غادي. وكانت كل مرة تكتشف حاجة جديدة تزيد خليها منبهرة، مانيش نحكيو على متاحف بوتيكات وإلا حدائق، بل كانت كل مرة تكتشف حاجة جديدة في حياة البذخ اللي كانت عايشتها صاحبتها. اكتشفت وأنه صاحبتها ربيعة كانت تعيش في حي راقي أرقى حتى من اللي كانت تتصور، الفيلا متاعها كانت من أحسن وأزين فيلات في الحي. اكتشفت وانه صاحبتها ربيعة كانت تعيش بالبيان ورجلها ما كانش يهزها لأي رستورونات، بل كانوا ديما يخرجوا بالليل ويمشيوا للأحسن وأرقى الرستورونات والمطاعم، ودبشة اللي كانت تلبسه كيف كيف وبطبيعة الحال كان الكل سينية ومريق ومن أفخم البوتيكات. كانت الأخت بشرة باهتة ومنبهرة بحياة صاحبتها ربيعة، وكانت تقول بينها وبين روحها بلي هي تتسمى ماهيش عايشة مقارنة بصديقتها، على الرغم وإنها كانت تخدم على روحها لوراها لا عائلة لا حتى شيء، ويمكن حتى كانت تصرف شهريتها في ليلة واحدة ما توصلش تعيش كيما ربيعة. يمكن زادها تواضع ربيعة خلى بشرة يمشي في بالها بلي هي تعيش في حياة عادية طبيعية في فرنسا. مشيت غادي تفاجأت على الأخر بستيل دو في اللي كانت عايشته ربيعة، سرتوها أنها ما كانتش ترى بعينيها كهو بل حتى هي عاشته. ربيعة ورجلها ما كان
كانوش حارمينها من حتى شيء، هزوها لبسوها خرجوها شيخوها وما خليو ما عملولها. والسبب هذاك قعدت المسكينه النهار كله وهي تبكي في النهار اللي باش تروح فيه، ما كانتش تحب تروح من دون ادنى شك، وما كانتش تحب ترجع للمغرب، لكن الغالب الفيزا نتاعها قريب توفى، العطله قريب توفى، والقرايه قريب ترجع، ولازمها ترجع للمغرب في اقرب وقت باش ترجع لحياتها. رجعت افكتيفمون للمغرب ورجعت لحياتها الطبيعيه، ورجعت بيان سور في علاقه اديستونس مش فقط مع صديقتها ربيعه، بل وليت زيدا تبعث المساجات وتحكي مع راجل صاحبتها كريم، ومش باش تشكره على كيفاش فرح بها وعايشها بيه في زمانها، كيف كيف ما كانش تحبه يزيد يحكي مع مراد لعل وعسى يبدل رايه، بل كانت ديما تسال فيها على حواله وتحاول انها تجبد معاه اطراف الحديث. كان كريم ساعه على ساعه يجبر بخاطرها يوسع باله ويحكي معاها، الى ان فهم في نهار من نهارات ونجحت بشرة وانها توصل له باللي هي في الاصل معجبه بيه. ووقتها وين بدا كريم يخاف على علاقته هو ومرته، واللي هي بطبيعه الحال صاحب بشرة المفضله واللي تغرمت لها برجلها، لكنه ما كانش خايف للشيء هذا ياثر له على علاقته بمرته والا على علاقه مرته بصاحبتها بشرة، بل كان في الاصل خايف لمرته ربيعه تفيق باللي هو قاعد يحكي مع بشرة. كان ماشي معها في الخط ساعه على ساعه يحكي معها، على الرغم انها كانت عباره اخت مرته. حصل في المنداف وتحول جبر الخواطر نتاعو الى مكالمات هاتفيه يوميه. هذا الكل كان يصير والاخت ربيعه ما في بالها بحتى شيء من اللي كان قاعد يصير، وكانت تتصرف معهم الزوز بصفه عاديه وتحكي معهم الزوز، وما كانش في بالها باللي وقت اللي زوز يبداو ما همش يحكيوا معاها هما في الاصل يحكيوا مع بعضهم. يمكن زيد هالحاجه اللي خليت عم كريم في صفيس امريكا البشرة هي وانه الاخت بدات تلعب له في اللعبه وخدمت له خدمه مزيانه ملي هي في فرنسا، ملي مشيت بحذاهم شافت دارهم تعرفت عليهم اكثر وليت توري في اعجابها تجاه كريم. كريم كان شاكك فيها ساعات يكذب يقول اخت مرتي، وفي بعض الاحيان كان يعجبه الاهتمام اللي يجيه منها. والاخت ربيعه مسكينه على نيتها وما في بالها بحتى شيء، ما كانش في بالها بلي ديجا ملي بشرة في فرنسا كريم بدا يركع وعطاها ديجا نمره الشخصي قبل ما تروح للمغرب، النمره اللي كانوا يحكيوا بيه وكانت تبعث له فيه بشرة في المساجات، واللي بيان سور حب كريم وانه يعطيه لها بما انه هو بيدو كان ظاهر فيه معجب بها. تحول الاعجاب نتاعهم الى تعلق بما انهم كانوا ديما في تواصل مع بعضهم، فدوا من التواصل بالتليفونات وتحول التعلق نتاعهم الى حب وغرام. والسبب هذاك حبت بشرة تستدعى كريم بحذاها للمغرب كما هو ما استدعوها في فرنسا، لكن بيان سور مش باش ترجع جميل ولا تعيشوا ستيل دو في نتاعها، بل باش تعيش معاها الحب والغرام ويوليو يحكيوا فاس فاس ومش بالتليفونات. ربيعه من دون ادنى شك ما هيش مستبعده وما لازمش تسمع بالاقتراح. كريم لهنا فاق على وضعه وقال باللي هو امبوسيبل ومستحيل يرفض طلب كيما هكا. لا نفدلك عليكم، قال مستحيل نخون العهد ونقول ربيعة على علاقتي بيك. وافق من دون ادنى شك وقرر وانه يهبط للمغرب على خاطر صاحبه مرته بشرة، بشرة واللي قتلوا باش نعيشوا مع بعضنا ايامات مستحيل تعيش كيفهم في حياتك الكل، لدرجه واني نضمن لك باللي انت باش تنسى مرتك وباش تندم انك عرست بها هي جمله واحده. مانيش مصدق باللي الاخت بشرة هذه هي نفسها اللي قلنا بكري شويه باللي هي الروح بالروح هي وصاحبتها هكا صحبه معناها. ابارامون تيلمون كانت تحبها زادت حبت معاها راجلها، وهو في الاصل راه حتى كريم فيه وعلي على خاطره للاسف الشديد وافقوا انه يعيش التجربه اللي وعدته بها بشرة. قال كريم خير البر عاجله، وقال البشرة الجمعه جاي تلقاني بحذاك. مشى يجري لمرته ربيعه وقال لها باللي هو عنده خدمه في المغرب ولازم يهبط في السريع العاجل. قال لها باللي هو كان سهل ربي يحب يستثمر في مجال العقارات في المغرب. ابارامون اختنا بشرة هي اللي في الاصل عملت له بعض العقارات، عادي برشا تكون دراوين حطت له سحر جلب الحبيب على خاطره في سفيسة ما كذب على مرته وخليها تصدق. لم دبشاته هز عزمه عنده وشد ثنية المطار، حتى حد ما كان في باله باللي هو باش يهبط للمغرب. بيان سور بخلاف عشيقته بشرة واللي استقبلته في المطار بالاحضان والقبولات، تواصلوا للاسف شديد الاحضان والقبولات على طول المده اللي قعدوا فيها مع بعضهم. كانوا ماخذين راحتهم بزيد بما انهم كانوا كارين دار بعيده على الانظار، كراو دار في خارج المدينه باش ما يراهم حتى حد 10 ايام وهما في الدار هذيك، وما كانوش يعيشوا وكانهم عارسين، بل كانوا عباره في شهر العسل. والاخت المسكينه ربيعه مطيشه وحدها في فرنسا، وعادي برشا تكون في بعض الاحيان تحكي معاهم الزوز في نفس الوقت بالمساجات، وهما راكشين مع بعضهم الزوز يحكيوا معاها ويضحكوا عليها. وفي شهر العسل وفاو العشر ايامات اللي قعدوا فيهم مع بعضهم، رجعوا انفتحات الدار للكاري، رجعت بشرة لدارها ورجع كريم لفرنسا، ورجعت علاقتهم اديستونس لكنها تبدلت وما رجعتش كيما قبل، بل زادت وليت اقوى ولاو يحبوا بعضهم بالرسمي. وربيعه المسكينه في اللورجو ما في بالها بحتى شيء من اللي صاير وكلها طرش في الزفه، ويمكن
حتى كان يصرحها رجلها في نهار من نهارات ويقول لها باللي هو كان يخون فيها مع بشرة. تترشق ربيعة بالضحك وما تصدقوش وتقول ويزي بلا فادلك ومين با تشك ولا تتوقع وانه الحكايه هذه تنجم تصير من اصله. تي حتى وقت اللي بدات تحس باللي هو بدا يتبدل عليها وما عادش يتعامل معاها كما قبل كان تقول لعل وعسى عنده مشاكل في الخدمه والا فما حاجه مقلقته. ومع مرها ما شكت في الاصل باللي الحاجه اللي كانت مقلقته هي وباللي ظهر فيه وانه يقول باللي بشرة طلع عندها الحق وقت اللي قالت له باللي هي باش تعيش 10 ايامات غير عاديين وباش تخليه يندم باللي هو عرس بربيعة. بلعت ربيعة سكينة بدمها وقالت خليني نعطيه وقته وتو بشوية بشوية يرجع كما قبل. إلى أن جيت العطلة وجا الوقت اللي مستنسين فيه يهبطوا للمغرب. قالت بشرة لعل وعسى يهبط كريم للمغرب يشوف العائلة يبدل الجو ويرجع كما قبل. هي بيتها باش تقابل صاحبتها بشرة كانت متوحشتها برشا وسيرمون باش تبدل معاها الجو. ما في بلاش بلي رجلها كان يبدل في الجو بها. واكتشفت كي هبطت بلي في الأصل مش كان رجلها كان متبدل عليها بل حتى من صاحبتها بشرة كانت المرة هذه تتصرف درا كيفاش وكان عندها برشا وقت باش تزيد تسرح بالدخمام تزيد تكبر الحكايه بالدخمام في مخها. بما انها كانت تبقى في معظم الاوقات وحدها هي وافكارها رجلها كان يغبر ما تعرفش عليه وين كان يمشي. وصاحبتها بشرة كيف كيف تختفي وما عادش تظهر. الزوز اللي كانوا ديما معاها وما عندها في الحياه كان هما. وبدات تفهم للاسف الشديد شنو نجم يكون قاعد يصير شنو السبب اللي خليهم الزوز يغيبوا عليها مع بعضهم وقت اللي كانوا الكل يخرجوا جميع. وتركز ربيعة مع تصرفاتهم وتفيق بلي رجلها كريم كان يتصرف مع بشرة درا كيفاش وكان يعطي فيها في اهتمام زايد اكثر من مرته ربيعة. هي بيتها كانت تتصرف معها درا كيفاش وهذا الشيء اللي اكتشفته وقت اللي ركزت معهم من بعيد. نورمالمون ما فما حتى حاجه تربطهم ببعضهم بخلافها هي. كي شافته المره الاولى قالت لعل وعسى انا نكزاجيري وما فما حتى شيء. المره الثانيه كيف كيف احسنت الظن وقالت ابريتو بشرة اختي. المره الثالثه قالت نعرفهم الزوز بالكدا وامبوسيبل يطلع اللي في مخي صحيح. لكن في المره الرابعه قالت الظهر وانه حسن الظن ما عنده يمشي وصلني واذا كان بشي وصلني الحاجة راهو بشي وصلني المحكمة وبشي يجيبني على برا. قعدت تتفرج من بعيد وكانت كل مرة تزيد تأكد باللي أبارامون اللي في مخها صحيح. لكنها كانت قادرة وإنها تتملك أعصابها وما تسرعش خليتهم يعيشوا على راحتهم. وكانت في الأصل عندها خطة محكمة وفات العطلة وفات الجو ورجعوا ربيعة ورجلها لفرنسا لهنا وين باش تبدأ في التحقيقات متاحة باش تكتشف فينالمون الحقيقة. قعدت تستنى في اللحظة المناسبة ومشيت في اللحظة هذيك التليفون رجلها حتى تنمرو صديقتها بشرة وطمأن قلبها وقت اللي ما لقاتش مساجات ما بيناتهم وما همش يحكيوا مع بعضهم. شدت صحيح قعدت تبربش واتضح وانه ما خفي كان اعظم. تلقاها يحكي ويتمعشق مع انسة اخرى والنمرو هذاك ما كانش نمرو بشرة. تعمقت اكثر ولقات تصاور وفيديوهات مخلة الاخلاق وخاتشة الحياة. السيد اللي موجود غادي ماهوش غريب عليها ومن دون ادنى شك رجلها. والانسة اللي كانت معاها واللي كان يخون فيها معاها ما كانتش كيف كيف غريب عليها وكانت للأسف شديد رفيقة دربها وصديقتها المفضلة بشرة. بشرة واللي عملت نمرو آخر ما تعرفوش ربيعة بالعاني باش تتواصل مع كريم بكل أريحية. اكتشفت ربيعة وأنه ظنها طلع صحيح والماء يلعب تحت ساقيها. في ثواني تلقى روحها للأسف شديد خسرت صديقة العمر وزوجها المصون زوجها كريم واللي كان يستبله فيها وكان مسمي الأخت بشرة باسم راجل. ما سكتتش ربيعة من دون أدنى شك ومشيت راجلها بعد ما اكتشفت الحقيقة وقتلوا الحق صاحبك محسن محليه حليلت وعجبني صاحبك محسن اللي مقايدو في التليفون عجبني هك. أما بربي قولي يا أخي مش كاين وشبه شو اسمها هي صاحبتي يشبه البشرة يشبه البشرة شوية محسن يشبه البشرة. حلبت عليه وعركته وما خليت ما قتله وما لقى عم كريم ما يقول وما كانش من دون أدنى شك نكر الشيء اللي عامله. لكنه هو بيدو قاعد يعارك فيها علاش الله أعلم. وفيت العركة متاعهم طلب خليه يستوعب خطورة الشيء اللي عمله طلب خليه يفيق على وضعه. لكن للأسف شديد بعد ما فات الفوت طلبت منه زوجته وأنهم يطلقوا وما كانتش تخوف فيه وإلا تهدد فيه. كانت تحكي برسمي وما كانتش تستنى في اعتذار على خاطر الشيء اللي عمله. ما لا سامحني معناه اعتذار سيبوما ما خانهاش مع أي إنسانة أخرى بل خانها مع صديقتها الوحيدة وأقرب الناس لها. كيسمع الكلام هذا ولكم كوا نادم ويتمسكن وقعد يرمي فلوم على بشرة ويقول لربيعة بلي الغلطة من صاحبتها. قال لها بشرة هي الغلطة على خطرها بعد 10 سنين عملت فيك هكا وزيد قال لها بلي هي إنسانة خايبة بشهادة صديق مراد. ذكر كلامه وقت اللي قالوا بلي هي تحب كان الماديات وكي جاو يتعرفوا ما كان تحب تحكي كان على الفلوس. فاق سي كريم على وضعه لكن بعد ما فات الفوت حب يصلح غلطه طلب بشرة وقال لها ما عادش تدور بيا وما عادش تدور لمرتي. مرته من دون
أدنى شك ما بردتش ومستحيل تعديها البشرة بالسهل. ولسبب هذيك قعدت تستنى وقتاش تهبط للمغرب باش تصفي حساباتها طول من المطار لدار بشرة. عملت لها عرعور وفزعت عليها جيران الكل. ما فما حتى حد من الحومة ما سمعش باللي الأنسة بشرة كانت في علاقة مع راجل ربيعة. بشرة كانت مستعرفة بذنبها لكنها كانت تتمنى وأنه تبقى الحكاية بيناتهم ثلاثة. خرجت الحكاية على السيطرة وسمعوا الناس الكل بحكاية الخيانة العظمى. حتى من عائلتها كانوا عارفين التفاصيل الكل. الشيء اللي ما تقبلتوش فكيكة الرجاجيل ليزي هي الغلطة، حبت تفكلها رجلها وزيد تحب تضرها أكثر. بردت الحكاية وبرامزوز زادوا خموا في الموضوع وزيد يخسروا بعضهم على سوء تفاهم. شافت بشرة ربيعة في نهار من نهارات هزت بشها وظهر وأنها ماشية الحمام. لعلها وعسى كانت تحب تمشي لها وتطلب منها سماح. ولسبب ذاك هزت حتى هي حويجها وقررت وأنها تبعها. مشت لها بدأت تحكي معها وظهر وأنه الوضع مازال مكهرب. قعدوا يتلكشوا على بعضهم وبدأت أصواتهم بشوية بشوية تعلى. قعدوا نساوين يبعدوا عليهم في الوصلة باش حتى واحدة متلبش الأخرى سطل. ربيعة المظلومة تعيط منها وحتى من بشرة على رغم أنها كانت غلط على طول الخط حتى هي تعيط. وظهروا أنها ما كانتش طالبة الصلح. وردوا بالكم لا تكونوا صدقتوني وقت اللي قلت لكم باللي هي تبعتها باش تحكي معاها. على خاطرها قبل ما تخرج من الدار هزت معاها مقص ومش باش تقص بيه شعرها وتنسى الماضي. كيف كيف مش باش تقص ظوافرها باش ما تخبش صاحبتها. بلكي شدت بالبيان وزوز عليه صوتهم وزادت سمعتها ربيعة الكلام وفضحت بشرة قدام نساوين الكل. مشيت بشرة للساك نتاعها وجبدت المقص هذاك ورجعت للأنسة ربيعة ودغرتها المسكينة مش في أي بلاصة بل في رقبتها. تخلط الدم بالماء في الحمام ودميت كانت بارتو. طاحت المسكينة ربيعة على القاعة وجري دمها مع الماء. نساوين الكل تعيط اللي تندب واللي تبكي. بعض نساوين كانوا كاسحين شدوا بشرة وكلموا عليها الحاكم. كان الحاكم حاضر على وجه السرعة من دون أدنى شك. تم نقل ربيعة للسبيطار ومشيت المجرمة بشرة تبحث. قعدت تقول الحاكم باللي هي خطيها وباللي هي ما كانتش ناوية وأنها تقتلها. كنا متعاركين على حكاية بسيطة في لحظة غشها زيت المقص ومش بلعاني ضربتها في رقبتها. قالت باللي هي في الاصل ما كانتش متوقعه باللي هي باش تموت. الروايه اللي بيان سور ما صدقهاش الحاكم ومستحيل يسامحها على الشيء اللي عملته. المسكينه ربيعه الدوام لله وما كانوش الاطباء قادرين وانهم يمنعوها. هذه هي ضربني وبكي سبقني وشكي خانتها صاحبتها غدرتها حبت فكلها رجلها ومن بعد قتلتها. ولسبب هذاك تم الحكم عليها بالمؤبد في السجن. البعض يقولوا باللي هي الحقيقه ما تستحقش المؤبد بل تستحق الاعدام جمله واحده. قولوا لي انتم شنو رايكم وهل انكم تراو انه الحكم بالمؤبد كافي؟ اكيد راو البعض منكم كان في باله باللي ربيعه هي اللي باش تقتل بشره ومش بشره اللي باش تقتل ربيعه. انا الحكم الاول في بالي هكاك تي انا مشيت لبعيد. انا قلت ربيعه باش تقتل بشره وباش تقتل رجلها معاه خانوها مع بعضهم يموتوا مع بعض. لكن بعد سبحان الله هذه كانت اخره الغيره والحسد والمقارنات. ان شاء الله ربي بعدنا على كل حسود وحقود وربي يسترنا اجمعين. اخر فيديو في عام 2023 ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. هبطت على انستغرام فيديو سبيسيال بمناسبه 2024 نستدعكم وانكم تتفرجوا عليه. ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب فولو على انستغرام وضم الجروب نتاعنا نتاع الفيسبوك. ونتقابلوا ان شاء الله العام الجاي يا منعاش. شنو نقعد عام كامل انا ما نهبطش حتى فيديو منا حتى العام الجاي. عرفتوها كتفاد ليك الماست هذيك الله غالب لازم نقولها كيما كل عام. ونتقابلوا كالعاده نقص العام الجاي. العام الجاي نتقابلوا العام الجاي في قضية جديده. بيس اوت. The pack in black and I'm on with the bat. Snapping with a phone and dive. Boss up a man with a duster. Put him in a drip and sip blockbuster.